قرر الباحث الأمريكي شومس بلاكلي استخدام خميرة فرعونية خاملة لأكثر من 5000 عام ومدفونة داخل أواني خزفية من الفخار المصري في صناعة الخبز. والباحث الأمريكي بلاكلي مهتم بعلم المصريات، كما أنه يهوي صناعة الخبز وينشر العديد من الصور، واعترف بأنه صنع أرغفة رهيبة من الخبز في شكلها، لكن هذه التجربة مختلفة حيث أنه هذه المرة استخدم الخميرة الفرعونية. وبدأ بلاكلي عمله بخطوة استخراج ميكروبات الخميرة من أواني فخارية فرعونية دون تدمير هذه الأواني. وتمكن بلاكلي بمساعدة عالمة الآثار سيرينا لوف من الوصول إلى مجموعة من أدوات فرعونية لصناعة الخبز كانت محفوظة في متحفين في مدينة بوسطن الأمريكية. واستطاع أيضا بمساعدة عالم الأحياء المجهرية بجامعة أيوة الدكتور ريتشارد بومان لاستخراج الخميرة من الأواني الفخارية وتحديد سلالتها. أيضا قام عالم الأحياء بومان بحقن المواد الغذائية في الأواني الفخارية حتى تتغذى عليها ميكروبات الخميرة النائمة، وبعد ذلك قام بسحب السائل الناتج عن هذه العملية، وتم إرسال معظم العينات لتحليلها معمليا. ولكن بلاكلي احتفظ بواحدة، وباستخدام المياه والحبوب القديمة وحاويات معقمة قام بتجهيز المواد الأولية لتصنيع العجينة لمدة أسبوع، وذلك من أجل الوصول إلى أقرب المكونات التي كان يستخدمها المصريون القدماء لصناعة ما كانوا يعتبرونه خبزا. وقام بلاكلي بوضع الخمائر مع خليط من الحبوب التي طحنها بنفسه، ولم يكن من بينها القمح المعروف حاليا، وكان الخليط مكون من الشعير ونبات الحجل يشبه القمح البري وحيد الحبة، والذي كان يستخدمه الفراعنة قبل 10,000 عام. وأضاف بلاكلي أن أقدم الأهرامات المعروفة في الجيزة يعود تاريخه إلى حوالي 4500 عام، بينما كانت سلالات الخميرة هذه مخزنة قبل ذلك بحوالي 700 عام، أي أن عمرها يصل إلى 5200 عام. ويقول كانت رائحة العجينة الأولية للخبز مختلفة تماما عن تلك المعروفة حاليا، حيث كانت الفقاعات أصغر وأقل حدة ولكنها أكثر نشاطا. وقد أعجب بلاكلي كثيرا بالخميرة، حيث قال لقد صنعوا بنية لطيفة من العجين ولب خبز يشبه الكعكة، وكان ناعما جدا، وكان الخبز برائحة الكراميل وأكثر حلاوة من العجين المخمر بخمائر حديثة. فريق البحث المرتقب لديه بالفعل إذن من متحف آخر لاستخراج عينات الخميرة. كمنت الفكرة في جمع عينات الخميرة من الممالك القديمة والوسطى والحديثة، ويفصل كل منهما بين 500 و700 عام، ويتم خبز الأرغفة باستخدامها جميعا. بينما سيقوم السيد بومان بترتيب الجينوم لتتبع الاتجاه الوراثي والتغيير الوراثي عبر القرون. هذا هو بالضبط نوع الأشياء التي يهدف علم الآثار إلى القيام بها بحسب الدكتورة ألوف. ومع ذلك تضيف هذا يستند إلى العلم، سيتم نشر هذا في مجلة أكاديمية. فعلا لقد كانت هذه حضارة عظيمة ولديها تقاليد في تذوق الطعام، وكان الفرعون إمبراطور لكل الأرض المعروفة. الآن يمكننا إعادة تطوير أساليبهم ومشاركة الخبز معهم.